بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الأمسية الكبيرة وفي هذه التحديات والمنافسات هنا في أرضية ميدان الشحانية وفي هذا المضمار الكبير، المضمار المطور مشاهدينا الكرام، الذي يعتبر هو أحلى ميدان في دول مجلس التعاون الخليجي مشاهدينا الكرام. هذا الميدان الذي طور وأيضا أسس على أحدث وأفخم وعلى أفخم مشاهدين الكرام المحدثات. نعود ونتابع مشاهدين الكرام مع مسارنا ومع أشواطنا المسائية في هذه الأمسية الكبيرة، ونتابع مشاهدينا الكرام هذه الانطلاقة للشوط الأول الرئيسي في مجموع أشواطنا في هذا المساء. أشواطنا هذا المساء مكونة من 12 شوطاً كلها مخصصة للحيل والزمول من مسافة 8 كيلومتر في هذه الأشواط المفتوحة مشاهدينا الكرام. نعود ونتابع ونقرأ مع حضراتكم قراءة تفصيلية على ما يحدث هنا في أرضية هذا الميدان وفي مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الكرام. نتعرف بسم الله، نتعرف بسم الله وباسمه نبدأ وعليه نتوكل، ونقرأ قراءة لما يحدث في المقدمة مشاهدينا الكرام. من يحتل المركز الأول؟ من يقود المسار ويحتل المركز الأول؟ يحتل المركز الأول برق، برق تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يقوده في التضمير محمد بن خالد العطية. نتابع المركز الثاني والنقلة عند المركز الثاني، يصل في المركز الثاني ثانيا مبدع، يحتل المركز الثاني ويقود ثاني المراكز مبعد، نعم مبعد، تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقوده في التضمير عبيد بن حمد بن شينان المري. نتابع وإياكم المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث؟ ضرغام، ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم، هو من يعتني في تضميره. نتابع المركز الرابع والدور عند المركز الرابع، يصل ممدوح، ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم سالم بن الهيان، يعتني في تضميره. نتابع المركز الخامس والدور عند المركز الخامس، عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، يقوده في التضمير سالم بن جابر بن فران. خلصنا نيدانا مشاهدين الكرام، يا من يشاهدنا عبر القناة الناقلة لهذا الحدث ولهذا السباق أيها الإخوة الكرام، قناة الدوري والكاس الناقلة وكذلك قناة الهجن العربية الأصيلة، وفي ميدانها وعلى الاف ام الراديو. نرحب بالجميع أيها الإخوة الكرام، نتواصل ونعود مرة أخرى إلى برق. برق من يحتل المركز الأول، برق هو من يسيطر منذ البداية وحتى هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع المضمر محمد بن خالد العطية. التغيير من الجانب الأيمن، التسلل من الجانب الأيمن، مبعد يتسلل مشاهدين الكرام ويتسلل إلى أول المراكز، مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمره عمدة المضمرين عبيد بن حمد بن شينان المري. نتابع المركز الثالث، ومن يحتل المركز الثالث؟ يصل ضرغام، ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود سعد بن طالب بن شريم المري،
يقوده في التضمير. نتابع المركز الرابع ومن ياتي في المركز الرابع. يتسلل ممدوح يريد المدح والثناء، يريد المدح والثناء في هذا الشوط ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضم له سالم بن نهيان. نتابع المركز الخامس ومن يتسلل على رابع المراكز من الجانب اليمين عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري هو من يضم له ويعتني في تضميره. خلصنا ندائنا الثاني. مشاهدين الكرام، الزمول تقترب من بعضها البعض وتقود هذا المطاف وتسير معنا في هذا المسار الجميل. 4 كيلومتر على النهاية، 4 كيلومتر نقطعها مشاهدين الكرام ويتبقى لنا مثلها. نعود إلى مبعد. مبعد يحتل المركز الأول، مبعد تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن حمد بن شينان يضمر مبعد. مشاهدين الكرام، أبو حمد يسيطر، أبو حمد في التضمير يسيطر على بقية الإخوة المضمرين، إنما هنا الخطورة، الخطورة من البرق، البرق مشاهدين الأفاضل لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، السيد محمد بن خالد العطية المشاقب متواجد 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 بقوة. نتابع المركز الثالث، المركز الثالث يصل ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود سعد بن طالب بن شريم، يتواجد مع أشقائه وإخوانه المضمرين في زمام هذا الشوط وفي المنافسة. نتابع المركز الرابع، يصل عجلان، عجلان يتسلل إلى رابع المراكز، عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، يضمر سالم بن جابر بن فاران. نتابع المركز الخامس ومن يأتي في المركز الخامس. يتسلل هنا اسم جديد، الحنيش يتسلل إلى خامس المراكز. الحنيش تعود ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بو ابراهيم يقوده في التضمير. خلصنا، خلصنا يا جماعة ندال الثالث، خلصنا ندال الثالث يا مشاهدين، خلصنا يا أصحاب الزمول. يا سلام يا سلام، القيادة، القيادة مع مبعد. مبعد مشاهدين الكرام، مبعد يحتل المركز الأول، مبعد هو ما هو صاحب الكلمة القوية في هذا الشوط، ولكن لازالت الأمور، قريبة من بعضها البعض، قريبة من بعضها البعض، يعني ما ندري لمن الناموس، الناموس ما نعرف لمن يا أبو حمد، ما نعرف لمن، هل هو معك أو مع زملائك؟ يا سلام، يا سلام، هنا مبعد لسمو الشيخ حمدان بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن حمد بن شيران يضمره المركز الثاني، برق، برق مشاهدين الكرام، الله يا برق، الله يا برق، يا ما يا ما يا ما يا ما صال وجال البرق في كل ميدان. البرق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يتواصل المشاقب محمد بن خالد العطية، لم يصدر التعليمات المضمرين، المضمرين لم يصدر المعلومات ولا التعليمات. يا سلام يا سلام، ضرغام، ضرغام يتسلل، ضرغام قادم، ضرغام بكبره مشاهدين الكرام، يتسلل على المركز الثالث لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود سعد بن طالب بن شريم، يقوده في التضمير. يصل عجلان، عجلان في المركز الرابع، عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن فاران المري هو من يضمر. نتابع المركز الخامس ومن يحتل المركز الخامس، الحنيش لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، سعيد بو ابراهيم ايضا يتابع انطلاقة الحنيش. نتابع مشاهدين الكرام بعد هذا النداء الرابع واتمام النداء الرابع، خلصنا يا مشاهدين الكرام، اسمحوا لي اكون مع هذه الزمول المتواجدة معنا على الشاشة والمتواجدة على 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 افق المقدمه وعلى هرم المنافسه الشريفه. نعود، نعود 1500 متر، 1500 متر يا جماعه، يا سلام، الله الله الله، مبعد مشاهدينا الكرام، مبعد 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. عجلان وصلك يا عبيد، عجلان وصلك، يتسلل، يتسلل عجلان، عجلان يا جماعه، درب العجلان لسعاده
الشيخ، القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، سالم بن جابر بن فران، يا سلام الله، قير عجلان، قير إلى المركز الأول، قير واستلم الصدارة، استلم زمام الأمور، زمام الأمور استلمها عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. الكيلو الأخير ما جينا، الكيلو الأخير ما جينا يا جماعة، للحين للحين ما جينا الكيلو الأخير، يا سلام يا سلام، الله أعلان أعلان يا جماعة، الكيلو الأخير الكيلو الأخير، يا سلام، عجلان في المركز الأول، عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، مبعد 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 يغير، مبعد مشاهدين الكرام، مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يا سلام، البرق 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 قادم، البرق البرق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، درب يا جماعة، درب للبرق، البرق واصل، البرق قادم، البرق 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 البرق، ولكن مبعد مبعد في المركز الأول، ما طاع يسلم، مبعد مبعد ما طاع يسلم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، الله يا سلام، البرق يحاول، البرق ومبعد، مبعد والبرق، البرق ومبعد، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، ال 500 متر الأخيرة، الجماهير هنا تثير، الجماهير تثير، يا سلام يا سلام، البرق البرق، ولكن مبعد 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، البرق يحاول، البرق البرق مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ولكن مبعد 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 مشاهدين الكرام مع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع شعاره، يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، البرق 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 مشاهدين الكرام، مبعد مبعد في المركز الأول، البرق قادم، البرق قادم، يا سلام، الله، انحسمت الأمور، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، كما نزف الثانية لعبيد بن حمد بن شينان مضمرا وقائدا لمبعد إلى خط النهاية، الناموس المركز الثاني البرق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث يصل في المركز الثالث مشاهدينا الكرام، يصل عجلان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، المركز الرابع يصل في المركز الرابع ممدوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس المركز الخامس ضرغام لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مبعد إلى خط النهاية بعد أن حقق هذا الناموس للشوط الأول الرئيسي للزمول من مسافة 8 كيلو متر 13 دقيقة 20 ثانية جزئين من الثانية. نهني سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز، كما نتقدم بالثانية للسيد عبيد بن حمد بن شينان المري. المركز الثاني يصل البرق، برق يصل إلى ثاني المراكز 13 دقيقة 22 ثانية، خمس أجزاء من الثانية. نهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز برق المركز الثاني، كما نهني سيد محمد بن خالد العطية. المركز الثالث يصل في المركز الثالث مشاهدين الكرام عجلان يقطع المسافة 13 دقيقة 25 ثانية وفاء وتماما، نهني سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني.